اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة اسماك الزينة. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن التغيير الدوري للحوض الاسماك. طبعا احنا كلمة التغيير الدوري دي مصطلح احنا بنطلقه دايما وبننادي بيه للهواة ازاي يستخدموه بالظبط داخل الاحواض بتاعتهم. تغيير دوري معناه ان انت كل فترة من الوقت لازم بتسحب كمية من مية الحوض بتاعتك. الوقت ده مدته قد ايه؟ بيتراوح من 10 ايام لخمستاشر يوم، وعلى حسب مساحة الحوض بتاعتك انت بتغير المية المناسبة ليها. مثال الحوض بتاعنا ده اللي قدامنا ده حوض 50 سنتي، انا متعود اغير التغيير الدوري بتاع المية بتاعه كل 15 يوم، اولا لاعداد الاسماك فيه قليلة جدا، يعني موجود فيه سمك سورتير وجوبي صغير وسورتير صغير، وفي بعض من الاسماك اللي هي الجمبري. فان بالتالي ان الحوض هنا ما بحتاجش اغير له كميه ميه كبيره. ده معناه ان احنا بنقول ان برضو تغيير الميه مرتبط بعدد الاسماك اللي موجوده عندك ونوعها، وانا باكد على كلمه نوعها داخل الحوض. يعني اسماك مثلا زي الجولدن فيش دي اسماك من الاسماك العاليه جدا جدا في التغذيه بتاعتها، وكمية الإخراجات بتاعتها بتبقى عالية برضو في نفس الوقت، بالتالي دي بتحتاج كمية أكتر من تغيير المية. عشان كده أنا بقول إن إحنا الحب بتاعنا إحنا اللي بنحدد له كمية المية اللي إحنا بنسحبها منه كل 10 أيام أو 15 يوم. لو إحنا عندنا حوض نباتي زي الحوض اللي قدام حضراتكم ده، وفي بعض الأسماك الصغيرة، أنا بسحب من الحوض ده بالظبط حوالي 10% حد أقصى كل 15 يوم من الحوض. طيب أنا بسحب إزاي بقى المية، وإزاي بضيف مية للحوض بتاعي بدون التأثير على الدورة بتاعتنا؟ وهنا كلمة الدورة بتاعت الحوض إن إحنا بنحافظ على استقرار الحوض بتاعنا بدون المساس بمكوناته. معنى إيه الجملة اللي أنا قلتها دي؟ الحوض بتاعنا اللي انتوا شايفينه قدامكم ده حوض مستقر، حوض ما بغسلهوش نهائي، ما بمسحوش نهائي. النباتات اللي فيه مجرد انا بشغل اضاءه 8 ساعات ومضخة الاكسجين بالفلتر اللي هو البيولوجي الاسفنج الاسود الموجود على الشمال ده، هو ده فقط انا بستخدمه في الحوض، وسايب الحوض زي ما هو. لو في نسبه تبخر بتحصل في الميه بزود لها، كل 15 يوم باخد ال 10%. طب انا بسحب الميه ازاي من الحوض؟ بسحبه عن طريق المساحه ديت اللي انتوا شايفينها، اللي انا بوريها لكم كل شويه بشاور لكم عليها، هي دي اللي انا عايز اوريها لكم في الفيديو. المساحه هي بتتباع ورخيصه جدا وموجوده في كل السوق، انت بتضغط ضغطتين عليها من هنا ودي اللي بتبقى جوه الحوض، وهوريكم ازاي بنستخدمها. انا مش عامل الحلقه عشان المكنسه، لا انا عامل الحلقه عشان اقول لكم احنا بنغير ازاي ال 10% بتاعتنا او ال 15%، وامتى بنغيره، ونوع السمك اللي موجود عندك هو اللي بيحكمك في عملية التغيير بتاعتك في الحوض. انت ما عليك ان انت اهم حاجة بتعمله في التغيير الدوري للمية ان احنا حضرتك بنسحب المية من قاع الحوض، من القاع. بص انا لما بدوس على القاع هنا اللي بيحصل، واخدين بالكم اللي بيحصل الكمية الحاجات اللي موجودة في القاع بتبقى عاملة ازاي؟ مجرد ان انت بتضغط كده في الحوض بتطلع ايه؟ كل البواقي الطعام مع كل فضلات الاسماك، كل حاجه بتبقى موجوده معانا. طبعا دي هنا بتبقى في مصفه موجوده تحت، فعين بالتالي المصفه دي بتحجب اي حاجه تتحط معانا. معلش الكشاف وقع معانا، اي بتشيل اي حاجه من الجرش او الزلط او اي نباتات. ما علينا ان احنا بنسحب كده من الحوض من الميه بتاعتنا من القاع. اهم حاجه ان احنا يا جماعه نسحب من القاع بتاعنا، دي اهم نقطة. سحبة القاع دي حضرتك انت بتأمن جدا ان انت ما يحصلكش امونيا عالية فجأة في الحوض نهائي، ان انت اوريدي بتسحب كل الفضلات الموجودة في الداخل. عشان كده الفضلات دي هي اساس تكون الامونيا في الحوض. انت لما بتسحب من قاع الحوض كده خلاص انت كده كل فترة بتأمن ان انت ما يجيلكش اي مشكلة نهائية في الحوض بتاعك. أنا سحبت كمية كويسة جدا من المية زي ما أنتم شايفين أهو، ممكن نسحب تاني بس أنا بوريكم إحنا بنسحبها إزاي. إحنا دلوقتي عملنا إيه لما سحبنا المية؟ أولا حافظنا على الدورة البيولوجية بتاعتنا بتاعة الحوض، ودي أهم نقطة يا جماعة بركز عليها.
النقطة الأهم والأخطر إن إحنا ما بنغسلش الحوض، وأنا يا جماعة بنادي على الموضوع ده بقالي فترة كبيرة جدا. ممنوع إن أنت حضرتك تغسل الحوض بتاعك بمية وتمسح الإزاز بتاعك، أنت كده بتدمر الدورة البيولوجية بتاعتك، ودي نقطة خلاف كبيرة جدا 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 موجودة حاليا، والناس كلها معظمها مش مقتنعة بيه، بس أنا اللي بقوله عن تجارب أنا شفتها وعيشتها كتير جدا. ودي أمثلة قدامكم من الأحواض بتاعتي، وأنا ما بجيبش أحواض خارجية، دي ده من الحوض بتاعنا. ولو أنتوا شايفين الحوض ده ممكن أكون منزل عليه فيديوهات قبل كده، ممكن تشوفوها. طيب ليه أنا بقول نحافظ على الدورة البيولوجية؟ أولا أنت السمك أنت ما عليك إن أنت بتطعمه فقط لا غير وجبة واحدة في اليوم، وصيام واحد مرة واحدة في الأسبوع، وبتسيب الحياة الطبيعية بتاعتك زي ما أنت شايفها. يعني أنت شايف في جمبري أهو عايم أهو معاك، وفي ولدة جمبري صغيرة هي عايشة، وفي سورتير وفي سورتير صغير، حياة بيئية متكاملة مع القواقع اللي موجودة هنا، ليها دور برضو مع النباتات الموجودة، مع عدم وجود الأمونيا وعدم وجود بكتيريا جوه الحوض ضارة، بيديك الشكل اللي انتوا شايفينه حضرتك ده اللي احنا بنقول عليه من الأحواض المستقرة. مفيش حد يا جماعة بيغسل الحوض بتاعه ان هو يبص يلاقيه اتعكر وبقت المية بتاعته فيها عقارة، هو بيقوم ايه مغير المية بتاعته، يقوم ضايف مية وتبدأ تاني. أول يومين هتلاقي المية بتاعتك نظيفة جدا، بعد تالت يوم هتلاقي العقارة ظهرت تاني، ودي حاجة علمية وحاجة معروفة. طب ليه بتظهر عقارة تاني؟ عشان انت لسه اوريدي هتعمل دورة بيولوجية تاني للحوض والنترات والنتريت والأمونيا، وتبدأ الحوض بتاعك في الاستقرار بعد شهر شهرين ثلاثة وانت ما بتلحقش. طب احنا دلوقتي نرجع للحلقة، احنا غيرنا خلاص المنسوب بتاعنا اللي هو اللي احنا قلناه 10% او 5% عن الحب بتاعي. انا بكون انا محضر مية خارجية مركونة، مية حنفية او مية فلتر خارجي، وبكون سايبها بس مجرد يوم واحد ان الكلور بتاعها يتبخر، ان انا هنا عمري ما اضيف مزيل كلور جوه الحوض ده، هيقتل لي كل اللي انا شايفه قدامكم ده. واقوم حاطط المية بتاعتي جوه الحوض بالمنسوب بتاع اللي انا كنت حاطه، واسيب ولا هيحصل اي مشكله مع السمك بتاعي، ولا انت دلوقتي السمك اهو زي ما انتم شايفينه، ولا هيحصل اي مشكله في السمك، ولا هيحصل دروب عنيف للسمك مع اختلاف درجات الحراره. انا بس اوريكم، ادي جمبري اهو ماشي اهوت، ودي حمله للبيض، عشان بديكوا ادله ان الحوض فيه قمه الاستقرار بتاعه، والشريمب ده من الكائنات الحساسه جدا 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 في التزاوج بتاعها وحمل البيول. ده اختصارا للحاله اللي انا بتكلم فيها النهارده. انت ليه بتغير تغيير دوري للميه؟ انت ليه ما مش بنمسح ولا بنغسل الحوض بتاعنا؟ انت فقط بتغير 10% من الحوض بتاعك عشان نحافظ، وبنسحب من القاع بتاعنا وبنزود ميه كل 10 15 يوم، والتغذية بتاعتك هي اللي بتحكم التغيير بتاعك، ونوع الفلتر بتاعك هو اللي بيحكم برضو نسبة التغيير اللي انت بتغيرها كل 10 ايام. اتمنى تكون الحلقة استوفيت بيها نقط معينة ومركز فيها، النقط دي مهمة جدا يا جماعة، وهم التلات نقط دول، ان بسحب الفضلات كلها من القاع كل 10 ايام 10%، ممنوع منعا باتا ان انت تشيل الحوض ده كده وتشيل كل حاجة فيه وتشيل السمك وتقوم داخله على الحمام وتقعد تغسل فيه وتنظفه وتمسح الازاز، كده انت شلت كل البكتيريا اللي اتكونت على الازاز، وشلت البكتيريا اللي اتكونت على الفلتر هنا اللي انت ممكن الفلتر ده قاعد يتكون فيها مثلا شهر لحد ما توصل للمنسوب اللي احنا عايزينه في الاستقرار الحوض. اتمنى ان اكون وفيت الحلقه حقها. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.